ترتيب الفيفا هو أكثر موضوع طلب مني بعد هذه الثلاث الوديات للمنتخب الوطني الجزائري أمام مالي، تونس وأيضا حتى موريتانيا. فهذا الموضوع كان قد طلب مني بشكل كبير ورهيب جدا، سواء في صندوق التعليقات في الفيديوهات السابقة أو حتى في موقع انستغرام الظاهر أمامكم الخاص بي. وأيضا في نفس السياق أعزائي المشاهدين، تم طرح علي العديد من الأسئلة، كيفية يعني حساب وكيفية طريقة حساب أعزائي المشاهدين نقاط الفيفا لكي نعرف يعني كل منتخب في مكانه الذي يعني نستنتجه قبل أن يصدر لنا ترتيب الفيفا الرسمي. بطبيعة الحال المشاهدين، هنالك فقط توقعات، لا يوجد أي شيء رسمي لحد الآن، هنالك فقط توقعات، وراح نشارك أعزائي المشاهدين معكم توقعات المنتخب الوطني الجزائري وكم ستصبح مرتبته المتوقعة بقوة في ترتيب الفيفا. هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله في هذا الفيديو، وأيضا سأشرح لكم كيفية وطريقة حساب نقاط الفيفا. فإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. نبدأ لكم بطريقة الحساب. طريقة الحساب يعني هي نفسها طريقة الحساب التي يستعملها الفيفا، راح نشاركها معكم حاليا هذه المعادلة. طبعا اعزائي المشاهدين، النقاط تساوي كما تشاهدون ب ناقص ج بين قوسين الكل في الف زائد النقاط السابقة تساوي النقاط. هذه هي المعاملة التي يستعملها حساب الفيفا، ولكن راح نعوض لكم اعزائي المشاهدين وراح نشرح لكم ماذا يقصدون بالف وباء وجيم وهذه النقاط كلها. طبعا الف تعني لنا أهمية المباراة، يعني كل مباراة وفي تاريخها أو يعني في مسابقة معينة عندها نقاط. على سبيل المثال، 5 نقاط للمباريات الودية التي تلعب خارج أيام الفيفا داي، هذه لم نستعملها أعزائي المشاهدين ولن نستعملها، بل نستعمل أعزائي المشاهدين خيار ثاني ألا وهو 10 نقاط للمباريات الودية أيضا أعزائي المشاهدين التي تقام في الفيفا داي. احنا لعبنا 3 مباريات في الفيفا داي، تاريخ الفيفا داي بطبيعة الحال، وأيضا هنالك 15 نقطة للمباريات مرحلة المجموعات السابقة لفرق الأمم، 25 نقطة للمباريات النهائية في مسابقة فرق الأمم، 25 نقطة للمباريات التأهيلية للمنافسات القارية والمسابقات النهائية لكأس العالم، 35 نقطة في المباريات النهائية في البطولات القارية حتى ربع النهائي، و40 نقطة في المباريات النهائية في البطولات القارية بداية من مرحلة الربع النهائي إلى آخره، إلى حين 60 نقطة للمباريات النهائية في كأس العالم بداية من الدور الربع النهائي. هذا ما تعني لنا ألف. باء تعني لنا إذا مشاهدين نتيجة المباراة، نتيجة المباراة 1 عند الفوز بالمباراة، راح نعوضه إذا فزنا، يعني بطبيعة الحال احنا فزنا على منتخب تونس مالي، وأيضا يعني راح نعوضه يعني باء برقم 1 لأنه فزنا بطبيعة الحال. أما عند الفوز بركلات الترجيح 0.75، أما أيضا عند التعادل 0.5، أما عند الخسارة يعني ما راح تربح ولا شيء، 0. هكذا تكون المعادلة. أما جيم نعوضها أعزائي المشاهدين بالنتيجة المتوقعة للمباراة. هذه هي أعزائي المشاهدين ماذا تعني لنا جيم في هذه المعادلة. طبعا كما تشاهدون ها هي المعادلة الظاهرة أمامكم، أصحاب الماط يعني يعرفوا هذه الأشياء. أما دال تعني لنا نقاط الفريق الأول ناقص نقاط الفريق الثاني. وطبعا ها هو مثال ظاهر أمامكم أعزائي المشاهدين، يمكنكم أن تحسبوا حسب هذه المعطيات وتعوضوا فقط الأرقام، أنتم عوضوا فقط الأرقام كما تشاهدون. الآن أعزائي المشاهدين ننطلق إلى يعني ونرى كيف ستصبح مرتبة المنتخب الوطني الجزائري في تصنيف الفيفا يعني للشهر القادم. طبعا أعزائي المشاهدين أنا للمعلومة ما حسبتش كم ستصبح يعني مرتبة المنتخب الوطني الجزائري، لأنه لو كان باغي تحسب لازم تحسب يعني كل المنتخبات وكل نتائج المنتخبات، فهذا راح ياخذ منا وقت طويل جدا. ولكن هنالك موقع ألماني عنده سوفت وير أو عنده نظام يحسب تلقائيا نظرا لهذه أعزائي المشاهدين المعادلة، يعني يقوم بنفس هذه المعادلة ويحسب يعني دفعة واحدة جميع المنتخبات وكم فاز وإلى آخره وكم أصبحت لديه من نقاط. وطبعا آخر تحديث لهذا الموقع هو جاء في يوم 10 من جوان، ونحن أعزائي المشاهدين لعبنا مباراة ليلة أمس يعني كانت في 11 من جوان، فلهذا يعني هذا الترتيب للمنتخبات هو كان قبل أن نلعب مباراة أمام المنتخب التونسي، يعني حسبوا فقط يعني عندما لعبنا ضد المنتخب يعني موريتانيا ومالي. فكونوا على يقين أعزائي المشاهدين من هذه النقطة، هذا الموقع نشر لنا هذه الترتيبات يعني من 10 جوان، يعني بعد المباراة اللي جمعت بين المنتخب الجزائري والمنتخب المالي، وأيضا بعد المباراة اللي جمعت بين الجزائر وموريتانيا. كما تشاهدون نبدأ لكم بالبرازيل، هي في المرتبة الأولى كما تشاهدون، يعني قفزة نوعية لأن البرازيل أعزائي المشاهدين كانت في أقل من بلجيكا، لأن بلجيكا كانت متصدرة في ترتيب الفيفا، فأصبحت البرازيل كما تشاهدون. وأيضا عدنا بلجيك في المرتبة الثانية المتوقعة بطبيعة الحال. في المرتبة الثالثة فرنسا، انجلترا، اسبانيا، ايطاليا، ارجنتين، دنمارك، اوروغواي، وايضا عندنا زي المشاهدين البرتغال، المكسيك والى اخره. نحن كل ما يهمنا هو المنتخبات العربية او المنتخبات الافريقية كما تشاهدون.
المنتخب الأول في إفريقيا بقي السنغال في المرتبة 21 كما تشاهدون، يعني السنغال مازال هو أول فريق إفريقي في ترتيب الفيفا، بينما أيضا عندنا تشيلي في المرتبة 22، يابان في المرتبة 23، إيران 24، عندنا أوكرانيا 25، تونس المنتخب التونسي الشقيق أعزائي المشاهدين في المرتبة 26 كما قلت لكم. يعني هذا الترتيب الدولي للفيفا، يعني أعزائي المشاهدين هو قبل أن نلعب المباراة أمام منتخب تونس فراح تتغير. أنا نظرا للضغط الذي وصلني في الفترة الأخيرة أن أعمل لكم هذه الحلقة، قررت نشارك معكم هذا الفيديو، فيعني راح تتغير بعد قادم الأيام أعزائي المشاهدين هذه القائمة كليا، ونرى يعني قفزة نوعية إن شاء الله للمنتخب الوطني الجزائري. عندنا أعزائي المشاهدين صربيا في المرتبة 28، المنتخب الوطني الجزائري في المرتبة 29 بعدما أصبحت نقاطه 1494.59 كما تشاهدون. أما المنتخب المغربي يعني في المرتبة 30 برصيد 1487، بينما أيضا البيرو كما تشاهدون، تركيا، نيجيريا في المرتبة 33، وأيضا كوريا وقطر في المرتبة 36. طبعا نعمل مقارنة بين الترتيب الماضي لهذا للشهر الماضي، ونعمل مقارنة بين هذا الشهر أعزائي المشاهدين، وأيضا مقارنة بهذه القائمة المتوقعة للمنتخبات. المرتبة 25 صربيا، أصبحت هنا أوكرانيا، كان في المرتبة 26 تونس، أصبحت أعزائي المشاهدين تونس يعني بقيت في مكانها برصيد 1518، أما أعزائي المشاهدين تونس كانت عندها 1512. أما أعزائي المشاهدين عندنا كما تشاهدون هذا المنتخب يعني في المرتبة 27، وهنا في المرتبة 27 بيرو كما أعتقد، وأيضا اليابان 28، هنا أعزائي المشاهدين 28 عندنا صربيا، عندنا أعزائي المشاهدين هنا كما تشاهدون فنزويلا في المرتبة 30، وهنا أعزائي المشاهدين عندنا المرتبة 30 فيها المغرب وإلى آخره، إيران في المرتبة 31، يعني نيجيريا في المرتبة 32، ألجيريا في المرتبة 33، وتحت المغرب الشقيق في المرتبة 34. وهنا أعزائي المشاهدين في القائمة المتوقعة عندنا كما تشاهدون الجزائر في المرتبة 29، المغرب في المرتبة 30، بيرو في المرتبة 31. يعني المنتخب الوطني الجزائري صعد من المرتبة يعني 33 إلى المرتبة 29. هذه قفزة قوية، قفزة تاريخية، قفزة نوعية، لأنه يعني صعب كثير باش تصعد مباشرة إلى مراتب عليا دفعة واحدة، وخاصة أن هذه يعني القائمة المتوقعة وهذه الترتيبات المتوقعة يعني كانت قبل يعني مباراة الجمعة بين المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب التونسي، خاصة أنه لعبنا خارج الديار أمام المنتخب التونسي الذي هو يتصدر ترتيب الفيفا، وأيضا أعزائي المشاهدين سجلنا عليهم هدفين، يعني كل هدف أعزائي المشاهدين عنده كما نقول أعزائي المشاهدين طريقة حساب، وأيضا فزنا عليهم خارج الديار وفي مباريات الفيفا. فكان هذا هو التوقع أعزائي المشاهدين، يعني المرتبة 29 مرتبة جيدة بعدما أن كنا في المرتبة 33، وكان رصيدنا أعزائي المشاهدين من النقاط 1486 وأصبحت يعني 1449.59. فأنتم قولوا لنا أعزائي المشاهدين ما رأيكم حول هذا الترتيب، يعني واش عجبتكم مرتبة المنتخب الوطني الجزائري، لأنه كان هدف الكوتش جمال بالماضي هو الصعود في ترتيب الفيفا لكي تنعاد علينا هذه النقاط إيجابيا عندما نلعب أعزائي المشاهدين مونديال قطر إن شاء الله في الفترة القادمة، خاصة تصفيات مؤهلة لمونديال قطر. فكان هذا الفيديو اليوم أقوله وأكرر، لحد الآن هنالك فقط توقعات، ولكن حسب لغة الأرقام يعني المعادلات طبقها هذا الموقع وهذا السوفتوير لهذا الموقع الألماني وأعطانا هذه التوقعات، ولكن ستتغير. يعني نقولها لكم بعد ما تنتقدونيش، يعني راح تتغير لأنه هذه الترتيبات وهذه النقاط لجميع المنتخبات كانت قبل أن نلعب أمام المنتخب التونسي، ممكن راح نصعد ممكن راح نهبطه، لأنه حتى المنتخبات الأخرى التي تلعب أعزائي المشاهدين يعني اليورو يعني راح تحصل العديد من النقاط، فسنرى يعني تغيير ممكن أنه جذري. ولكن بين المباراتين الوديتين اللي لعبناها أمام مالي وأيضا أمام موريتانيا صعدنا أعزائي المشاهدين مرتبة عالية جدا. فكان هذا الفيديو اليوم، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.